خويا الفنان اللي لان الاعجاب ديالي هما مسلسل ديال بنات العساس، ويعني قصه يعني مزيانه بزاف وكتنال الواقع، كتعطي الواقع للمجتمع المغربي. وعندي عاوتاني ممكن نهضر على مسلسل ديال امازيغ، الا يعني كاين مسلسل امازيغي ديال بابا علي، يعني مسلسل نال الاعجاب ديال بزاف ديال المغاربه، وكيعطي حتى هو طبعا كيعطي واحد الواقع ديال المجتمع المغربي، وكيعطي واحد يعني الناس القديمه ديال شحال هذه اللي ما كناش كان يعني اللي كنا كانوا الناس بكري كيشوفوها. عندي دنيا بوطازوت، يعني هو التشخيص ديالها هو اللي عجبني اكثر، يعني كتعطي وكتعطي اكثر. وعندي منافتو، يعني حتى هي نالت الاعجاب ديالي اكثر. عجبني ديك السلسله ديال حسن الفهد، هي اللي عجبتني، وتبارك الله فنان كبير ومعروف على الصعيد الوطني، ماشي عنده زعما سيغتان فالور هذا التمثيل، هو اللي عجبني، هو اللي زعما اللي تبعت هذا رمضان. عواشر مباركه لجميع الشعب المغربي. بالنسبه للاعمال الفنيه الرمضانيه اللي كدوز في القنوات المغربيه، اغلبيه الاعمال للاسف هي دون المستوى، يعني ولو البعض غادي يكون عنده راي اخر، ولكن انا كنظن انها دون المستوى. علاش؟ لان ملي كنديروا المقارنه بين هاد الاعمال الفنيه ديال دابا والاعمال الفنيه قبل 21 سنه، كنلقى واحد تراجع مهول، تراجع كبير. يعني ما يمكنش مثلا نقارنوا بنات العساس مع لاله فاطمه مثلا في 2000 ولا في 2001 جو بونس، ولا 2003، ما يمكنش نقارنوا بزاف السلسلات. غير هو نقطه الضوء الوحيده هي سي حسن الفد اللي هو صراحه استاذ كبير، وقد ما هو تيزيد في الكبر قد ما هو كما تنقولوا كيزيد في الختوريه، كيختر وتبارك الله. وحتى دوك الفنانه اللي كيستقطب معاه اللي معاه ما نذكر الاسماء ديالهم، ولكن الحبيب جو بونس مهم مكمل فوالا، سون زعما دي بونز اكتور وغادي معاه في لو ميم ريتم. وحتى الفكره وذاك السيناريو يعني كل شيء يعني لا رياليزاسيون توتي زعما على اوتور بالنسبه للسي حسن الفد. جو لو فيليسيت بور سون ترافاي، بور لو ترافاي كيل في اما سانسيرمون. ابارامون بالنسبه لي زوتر سيري انا ما كذبش عليك ما تنشوفهم، ولكن سا ما تيغ با زعما سانسيرمون. ملي جيت نهضر لك انا على حسن الفد، اولا بكل احترام وتحيه ليه، استاذ كيقري المسرح وكيحترم كيفحص الجو ديال الشعب المغربي اللي كيبغي يتفرج، كيجيب لهم شي حاجات الباديه وكينطق بدوي وكيلبس لباس بدوي وكيوريك فين عايش. يعني كندير هاد القصه واقعة في الباديه، اربعه الكلمات، الاخر كيقول لك ثلاثه الكلمات، ما كاينش شي حاجه قبيحه، وسيتو كضحك، ما كيحط لك شي حاجه كيلا حطها محترفه. هاني قال لك استاذ حسن فد راك محترف، وغدا غتبقى محترف، تبقى طول حياتك محترف، كتجيب الادوار في المكان ديالو. كنهنيك انا، انا كنعرفك مده واحد 30 سنه، راه كتشبهني وكنشبه لك هذا المنبر الاعلامي. اولا كتضحك الناس، البيوت المغربيه كتحط الصينيه في رمضان الفطور، كيتجهوا التلفازه المغربيه لا الاولى ولا الثانيه، كتعطي شي حاجه حيه ونقيه ومحترمه. الشعب المغربي كله كيتصنت لك، الجاليه المغربيه كلها كتصنت لك. تي الا درتي شي فوكه من يخرج رمضان غدير عرض، عول عندك واحد 3000 ديال في الزعام في الباب غادي تضرب لك على الوراق.